بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا وين ما كنتوا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير والسرور وين ما كنتم تتابعون حلقة الليلة من برنامج من عمان. اليوم عندنا العديد من المحطات اللي نتمنى إنها تنال على رضاكم وقبولكم. عندنا محطتنا الأولى مشاهدينا حول المتحف التعليمي بالمدرسة السعيدية، وأيضا محطة أخرى مع الجمعية العمانية للكوارث والطوارئ، وفي محطتنا الأخيرة راح نتوقف مع معرض فني، ولكن ليس كالمعارض ولكنه معرض فني عماني طائر. راح نعرف كيف طائر وأيضا الكثير حول مواضيعنا اللي موجودة معنا في حلقة الليلة من خلال ضيوفنا اللي راح ينورونا في محطاتنا القادمة. إذا نتمنى لكم وقت شيق ومفيد وممتع بصحبتنا، وحياكم الله في من عمان. مع بزوغ فجر النهضة المباركة التي قادها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، شهدت مسيرة التعليم في السلطنة نقلة نوعية وكمية في كافة عناصر المنظومة التربوية والتعليمية. وتوثيقا لهذه المسيرة ولتعريف الأجيال بالجهود التي بذلت والمنجزات التي تحققت في المجال التعليمي ولربطها ببدايات التعليم وماضيه التليد، قامت وزارة التربية والتعليم بافتتاح المتحف التعليمي، وذلك في المبنى القديم للمدرسة السعيدية بولاية مسقط. يؤرخ المتحف التعليمي مسيرة التربية والتعليم وتطورها في السلطنة منذ فجر الإسلام وحتى الآن، والذي يعد أول صرح تعليمي بالسلطنة أعد لتلقي العلم، حيث تم إنشاؤه في عام 1940 بأوامر من السيد سعيد بن تيمور آل سعيد، واستمرت الدراسة فيه حتى عام 2000، ومن ثم أعيد تأهيله بناء على الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه ليكون متحفا للتعليم. يتضمن المتحف التعليمي 10 قاعات تحكي حكاية وعراقة التاريخ لمسيرة التعليم المتواصلة في السلطنة، سطرت أحداثها في كتاب وضع في هذا المتحف بعنوان التعليم في عمان مسيرة متواصلة، بالإضافة إلى مطوية يجسد هذه النقلة ويعكس الصورة المشرقة التي وصلت إليها الخدمة التعليمية في البلاد في هذا العهد الزاهر. كما يحوي المتحف بين أروقته مقتنيات وكتب دراسية وأدوات مدرسية ووثائق وصور تعكس مختلف الجوانب التربوية والتعليمية والفنية والاجتماعية في فترة ما قبل النهضة وبداياتها. حياكم الله مشاهدينا. إذا محطتنا الأولى مع متحف المدرسة السعيدية للتعليم اللي شفتوا التقرير عنها كمدخل لهذا الموضوع. أعتقد اليوم جميع الطلبة اللي كانوا دارسين في هذه المدرسة كذي جاشت فيهم الذكريات مع افتتاح هذا المتحف في هذه المدرسة اللي أكيد درسوا فيها وقضوا مراحل من حياتهم في هذه المدرسة العريقة اللي اليوم فعلا بعراقتها تحولت إلى متحف
طبعا للتعليم وليحكي عن مسيرة التعليم في السلطنة وتطورها منذ فجر الإسلام وحتى اليوم. خلونا نقترب أكثر من هذا المتحف المدرسة السعيدية للتعليم من خلال ضيفنا اللي منورنا سعادة الشيخ محمد بن حمدان التوبي، مستشار وزارة التربية والتعليم، رئيس اللجنة المشرفة على مشروع متحف المدرسة السعيدية للتعليم. مساكم الله بالخير سعادتك. مساء الخير وتعيد الله يعافيك. أكيد احنا نبارك ليكم ونبارك لينا احنا أيضا افتتاح هذا المتحف، متحف المدرسة السعيدية للتعليم. الله يبارك فيك، هذا يعتبر مفخرة لكل عماني ولكل من ينتمي لهذا الوطن العزيز كونه إحدى المكارم السامية لإقامة هذا المتحف. جميل، إذن نتعرف على أهمية هذا المتحف. ذكرنا أن هذا المتحف يروي مسيرة التعليم في السلطنة، يعني اللي كذا يقول أنه يمكن مسيرة التعليم من السبعين وحتى يومنا، لكن هو لا، بدأ من ما قبل السبعين وحتى منذ فجر الإسلام بلا شك. كما يدرك الجميع أن عمان بحمد الله لم ينقطع التعليم بأشكاله المختلفة منذ ما قبل الإسلام، وبالتالي في العصر الإسلامي بلا شك ظهر بشكل بارز من خلال المساجد ومن خلال مدارس القرآن الكريم ومن ثم المدارس الأهلية التي انتشرت، وهكذا إلى أن وصل إلى المدارس النظامية فيما بعد ذلك. ولكن بطبيعة الحال المتحف أيضا يروي بدايات المعرفة، نعم، منذ ما قبل الإسلام، ويتطرق إلى مراحل التعلم ابتداء من تعلم الحيوان أو تعليم الحيوان لصغاره، ومن ثم ينتقل إلى بدايات تعلم الإنسان لكثير من شؤون حياته وخاصة الأعداد والحروف، ومن ثم التطور إلى الكتابة المسمارية و ما أعقب ذلك أيضا من ظهور الكتابات الأخرى، إلى أن يأتي إلى ظهور الكتابة والتعليم في شبه الجزيرة العربية. وبطبيعة الحال كما يعلم الجميع بأن الجزيرة العربية في تلك الفترة كانت أقدم كيان، نعم، سياسي مستقر فيها هي عمان واليمن، وبالتالي ظهور الكتابات الثمودية و ما أعقب ذلك وما سبقها كان يظهر في هذه الحدود أو هذه المنطقة مع عمان واليمن كما يعلم الجميع. ومن ثم يتطرق المتحف أيضا إلى بداية الإسلام وظهور المدارس الإسلامية وظهور كما ذكرنا مدارس المساجد والمدارس القرآن الكريم ومدارس الفقه ومدارس اللغة، وهكذا سواء كانت مجتمعة في مدرسة واحدة أو متفرقة بحسب وجود هذه المدارس في مختلف أرجاء عمان في، نعم، تلك الفترة. إذن يعني سعادتك هو يرصد مسيرة التعليم ويعني محطات كثيرة جدا ما قبل الإسلام والإسلام وبعد ذلك، جميع هذه الحقب الزمنية اللي مر بها التعليم في عمان. لماذا تم اختيار المدرسة السعيدية لتكون المتحف ليجمع يعني هذه المسيرة بالكامل في هذه المدرسة؟ طبعا المدرسة كما يعلم كل عماني بأنها هي أول مدرسة نظامية أنشئت في عمان، وكانت بأمر من جلالة السلطان سعيد بن تيمور آنذاك. طبعا سبقتها المدرسة السلطانية الأولى كما يعلم الجميع التي أنشئت في عهد السلطان تيمور. والمدرسة السعيدية بلا شك جاءت وفق توجه لإدخال نظام تعليمي يعنى بإدخال مواد متعددة أكثر من المدرسة السابقة، وبالتالي تم التوجيه لإنشاء مبنى في تلك الفترة يفي بغرض التعليم. وبالتالي هذا المبنى كما يعلم الكل بأنه أقدم مبنى تعليمي في عمان، نعم، صحيح، تفضل مولانا حفظه الله وأمر بأن يخصص هذا المبنى ليكون متحفا تعليميا يحكي مسيرة التعليم كما قلت، ويؤصل ويؤرخ سواء للحقبة الماضية أو لحقبة المدرسة السعيدية. فكما قلت بأن المتحف يحتوي على ما قبل الإسلام، صحيح، وفترة الدخول الإسلام في عمان كمدارس غير نظامية، إلى أن يأتي إلى المدرسة السعيدية
لتكون هي المدرسة النظامية بما هو معروف من نظام تعليمي في هذه المدارس. نعم صحيح. يعني اليوم حفل الافتتاح كان تحت رعاية صاحب السمو سيد هيثم بن طارق آل سعيد وزير التراث والثقافة بمعيته عدد من أصحاب السمو والمعالي اللي كانوا طلبة في يوم من الأيام في هذه المدرسة وأيضا معلمين. كيف وجدتم انطباع الحضور اليوم وهم يفتتحون هذه المدرسة اللي في يوم من الأيام كانوا هم جزء منها؟ يعني هو بالطبع أتوقع أنه كان شغف كبير، وهذا ما كنا نتلقى من يوم أمس اتصالات من عدد من المسؤولين في الدولة. نعم. الذين لم يتم دعوتهم سواء كان على المستوى الرسمي أو على المستوى القطاع الخاص، كانوا شغوفين أن يدعوا للحضور. نعم. لهذا الافتتاح، وبالتالي يعيدوا ذكرى أيامهم الماضية. ولكن طبيعة الحال المتحف سيكون مفتوح لكل من يرغب في زيارته بإذن الله في الفترة القادمة. وكما ذكرتي بأنه كان شغف هؤلاء المسؤولين اليوم كل منهم أن يطلع على السجلات القديمة التي تحوي درجاته، وكذلك أيضا يطلع على صورهم وهم في جميل. تلك الفترة، ويطلع على كثير من الشهادات الدراسية وأدوات الكتابة وما اشتملت عليه تلك المدرسة من بعض المقتنيات في تلك حلو. الحقبة. فبلا شك أعادهم إلى ذكرى الأربعينات والخمسينيات من القرن نعم. الماضي. طبعا احنا قاعدين نشوف لقطات من متحف المدرسة السعيدية للتعليم، يمكن ساعتك تطرقت إلى بعض المحتويات اللي موجودة في هذا المتحف. نعم. هي موجودة 10 قاعات. نعم توجد 10 قاعات في المبنى. أيوة. وكل قاعة تحكي قصة من القصص. جميل. طبعا القاعة الأولى هي قاعة الاستقبال وبها بعض المعروضات، والقاعة الثانية تحكي كما ذكرت التعليم ما قبل الإسلام، وجزء منها أيضا يحكي قصة ظهور الإسلام في شبه الجزيرة العربية، وتأتي الغرفة الثالثة وتحكي أيضا قصة التعليم في المساجد. نعم. وتأتي بعدها كما قلت متواليات الغرف التي تحكي المدارس الإسلامية، ومن ثم المدارس التي أيضا ظهرت في مسقط وفي الولايات الأخرى في عمان في تلك الحقبة، ومن ثم ننتقل إلى الفصل من فصول المدرسة السعيدية لتحكي أيضا كيف كان التعليم، وأيضا التساؤل بين الطلاب الحاضرين أو الزائرين الحاضرين فيما بعد مع المعلم الذي هو سيوضح لهم أيضا بعض الأسئلة. هذه المقتنيات اللي يشتملها المتحف، هل وجدتم صعوبة في جمعها سعادتك؟ هي بلا شك، لأن معظمها مقتنيات قديمة، وكثير من الأخوة والآباء الذين درسوا في المدرسة وكان لديهم بعض من هذه التحف، نعتبرها تحف بلا شك، سواء نعم كان دفتر سواء كان شهادة، تعتبر ذكرى كبيرة عندهم. نعم صور كمائل من الصور أيضا تبقى فعلا يعني إرث. ولكن بحمد الله وتوفيقه ما كان يتم الاتصال مع أحد من معلمين مدرسة أو إداري المدرسة أو طلاب المدرسة إلا ويقدم ما لديه. جميل. عندما علموا أنه الأوامر السامية قضت بأن يكون هذا متحفا يؤرخ ويؤصل لمسيرة. وهذه هي النسخ التعليم. الأصلية من الأشخاص. نعم. ولا لا؟ نعم. احتفظوا، أخذتوا نسخة واحتفظوهم بالأصل؟ الكثير منها نسخ أصلية. نعم. ما عدا البعض كان يتمسك به، وكان أخذت طبعا نسخ طبق الأصل وأعيد لهم الأصل، ولكن غالبية المعروضات هي نسخ أصلية تفضل بها أصحابها وأودعوها في هذا المكان. جميل جدا. أيضا يعني وإن كان المتحف موجود بإمكان الزوار أن يأخذوا متحف متنقل معهم، خلينا نقول من خلال هذا الكتاب سعادتك التعليم في عمان مسيرة متواصلة. هذا موجود أيضا في المتحف، وأعتقد يعني هو يضم أيضا بين جنباته ما يوجد أو بعض ما يوجد في المتحف بلا شك. هذه هي القصة المتحفية. نعم. هذا الكتاب يمثل القصة المتحفية التي بني عليها مكونات المتحف. جميل. وبالتالي قد يكون الموجود داخل المتحف هو توسعا لما ورد في هذه القصة، وبالتالي كما ذكرتي أن من يقتني الكتاب على الأقل يتعرف على مكونات المتحف وموجوداته، وأيضا يلقي نظرة على ما في هذا الكتاب أو في هذا المتحف على وجه التحديد من
تطور في مسيرة التعليم سواء كان ما قبل الإسلام أو في فترة الإسلام وأيضا في فترة العصر الحديث. طبعا هناك غرف أخرى أيضا محتوية على التعليم الحديث في السلطنة، وهذه الغرف تحتوي على نماذج للمدرسة الحديثة، وأيضا غرفة أخرى تحتوي على مسيرة التعليم العالي في السلطنة كختام لمسيرة التعليم. طبعا نحن بدأنا ما قبل الإسلام وفترة الإسلام، ومن ثم المدارس والمساجد والمدارس أيضا التي أنشئت المدارس الأهلية، وانتقلنا إلى المدرسة السعيدية، وأيضا جسد المقولة السامية لمولانا حفظه الله: المهم هو التعليم ولو تحت ظل الشجر. أيضا هناك غرفة تحتوي على تجسيد لهذه المقولة، وهو التعليم تحت الشجر كتجسيد لهذا القول ومعايشته لأرض الواقع في تلك الحقبة. وكما قلت أيضا هناك قاعة أخرى تحتوي على أجهزة حاسوب للحصول على المعلومات الإحصائية عن كل مدرسة من مدارس السلطنة، وعن كل مرافق وزارة التربية والتعليم. يستطيع الزائر أن يجلس على الجهاز الحاسب وبالتالي يبحث عن أي معلومة إحصائية يود التعرف عليها، وهذا بطبيعة الحال سيساعد كثير من الباحثين وكثير من الزائرين الراغبين في التعرف على إحصائيات العمل التعليمي في سلطنة عمان. جميل. والقاعة الأخيرة كما قلت هي تجسد خاتمة أو تاج التعليم في سلطنة عمان، وهي جامعة السلطان قابوس والجامعات الخاصة والجامعات الحكومية الأخرى سواء التقنية أو التطبيقية بنماذج من مسيرة العمل بها وما حظيت به من مكارم سامية أيضا في إنشاءاتها ومبانيها. وبالتالي هذه خلاصة ما يحتوي المتحف من مكونات، نأمل بإذن الله أن يكون فعلا يجسد المسيرة التعليمية في السلطنة ويبقى شاهدا للأجيال القادمة، وهو ما يليق بتاريخ هذه المدرسة، المدرسة السعيدية في عمان. ساعتك بالنسبة للراغبين في زيارة هذا المتحف، أوقات العمل، أوقات الزيارة للمتحف؟ نعم، بإذن الله سيتم التنسيق مع أجهزة الإعلام بعد ما نضع البرامج النهائية لاستقبال الزوار خلال الفترة القادمة. وسيكون عمل المتحف على فترتين بإذن الله، في الفترة الصباحية وفي الفترة المسائية، لنتيح أيضا لمن لا يمكنه الوقت أن يزور في الفترة الصباحية أن يأتي أيضا في الفترة المسائية. وسيعلن برنامج عمل المتحف من خلال وسائل الإعلام في فترة قادمة بإذن الله، نأمل إن شاء الله قبل بداية الشهر القادم إن شاء الله الرؤية واضحة فيه. إحنا نبارك مرة أخرى لكم ولنا هذا الافتتاح لمتحف المدرسة السعيدية للتعليم. مثل ما ذكرت هو تتويج لمسيرة هذه المدرسة بما يليق لها وبما يليق بما قدمته من عام 1940 تقريبا. من 1940 هذه المدرسة، يعني ختامها مسك لهذه المدرسة أن تتحول إلى متحف يروي مسيرة التعليم في السلطنة. سعادة الشيخ محمد بن حمدان التوبي مستشار وزارة التربية والتعليم، رئيس اللجنة المشرفة على مشروع متحف المدرسة السعيدية للتعليم، شكرا جزيلا لك ونورتنا في من عمان. لكم الشكر، جزاكم الله خير، احسنتم. إذن فقراتنا متواصلة، محطاتنا متواصلة لكلها تجيكم من عمان، خليكم معنا. أنا أقدم لعائلتي دائما دجاج الصفاء الطبيعي والشهي، طازج ونقي. دجاج الصفاء 100% طبيعي وشهي، 100% عماني وحلال. الصفاء اختيارك الطبيعي الصحي والشهي. الصفاء.
حياكم الله مشاهدينا. إذا دشنت الجمعية العمانية للفنون التشكيلية بفندق قصر البستان المعرض العماني الفني الطائر، والذي يضم لوحات فنية ل 43 فنانا تشكيليا عمانيا. المعرض يقام بالتعاون مع الطيران العماني، وعشان كذي هو طائر، الذي يرعى الأعمال الفنية لفنانية الجمعية، وذلك لعرضها في العديد من عواصم ومدن العالم خلال الفترة القادمة. نقترب أكثر مشاهدينا من المعرض العماني الفني الطائر من خلال ضيوفنا الفاضل أسامة بن كريم الحرمي، مدير أول دائرة الاتصالات التنفيذية والإعلام بالطيران العماني. مساك الله بالخير معنا أستاذ أسامة. مساك الله بالنور، شكرا جزيلا لاستضافتنا في برنامجكم الطيب هذا، واجبنا. وأيضا الأستاذ طالب بن علي المحروقي، تخصصي أول مشرف على المعرض العماني الفني الطائر، أهلا بك أستاذ طالب. مساء النور والسرور، أهلا وسهلا فيك. حياكم الله. إذا معرض عماني فني، هذه المرة طائر. نعم. نتعرف على فكرة المعرض وكيف جاءت هذه الفكرة. بداية لابد أن ننوه أنه الفكرة كانت وليدة طبعا الجمعية العمانية للفنون التشكيلية التي بطبيعة الحال أنشأوها بمناسبة مرور 20 عام على تأسيسها. لابد من التأكيد هنا أن الفكرة كانت وليدة الجمعية، وبالتالي فكرة المعرض في حد ذاته طائر، فكان لابد أن تقترن بناقل، وكون انه هذا المعرض حقيقه يركز على 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 السلطنه بشكل رئيسي وترويجها على كافه الاصعده وسياحيا بشكل عام. نعم. كان لابد ان يكون للناقل الوطني الطيران العماني دور رئيسي في اخراج هذه الفكره الى حيز الوجود. جميل جدا، وهو ما تم. جميل جدا هذا التعاون بين الطيران العماني وأيضا بين جمعية الفنون أو الجمعية العمانية للفنون التشكيلية. أستاذ طالب، إذا نتعرف على المعرض هذا وأبرز ما يحويه والفنانين المشاركين فيه. نعم، بالنسبة طبعا أنا بعرق للكلام عن موضوع الفكرة، هو أنا أشيد طبعا بكلام الأستاذ أسامة الحرمي. وبالنسبة لموضوع الفكرة مثل ما أسلف طلعت من الجمعية، طبعا كان في البداية جاءت على أساس أنه الجمعية بعد مرور 20 عام من إشهارها كان لابد من وجود فكرة رائدة فريدة تكون بمثابة إنجاز لهذه 20 عام. جميل. فكان يعني طبعا أكثر من فكرة كيف نبرز إنجاز بهذا المستوى. فاحنا العاده دائما نعمل معارضنا على الارض، صحيح. فقلنا نميز هذه المره المعرض ونقيمه في الجو. كيف في الجو؟ راح يكون طبعا على متن الطائره، على متن الطائرات المحلقه لاوروبا ولجنوب شرق اسيا، في طبعا الطائرات الطيران العماني. نعم، هذه بالنسبه للفكره. فيما يخص طبعا آلية تنفيذ هذا المشروع. أيوة صحيح، كيف يعني؟ نعم. تعرف على آلية التنفيذ، لأن كيف المعرض بيكون في الطائرة، يعني وين بالضبط اللوحات؟ نعم. راح تكون؟ نعم، هو طبعا راح يكون إلكترونيا، راح يكون إلكترونيا من خلال عرضها على شاشة الركاب بمقاعد الطائرة، في على البرنامج الترفيهي في الشاشة نفسها. نعم. فاحنا حطينا في الاعتبار كل تقريبا يعني فترة نجدد في هذا المعرض. الآن بالنسبة طبعا قد يكون يعني في اليوم أمس كان التدشين الرسمي للمشروع. نعم، وشفنا لقطات. نعم. أيضا من هذا. نعم. الافتتاح. نعم. على الشاشة قبل. نعم. شوية. وفي هذا. نعم. وفي هذا طبعا هذا الافتتاح كان طبعا حطينا في بالنا يعني ندشن لأول مرة هذا الفيلم اللي هو راح يعرض في الطائرة، كان تدشينه أمس. حلو. وطبعا بحضور كان جميع المدعوين، فكان أول مرة يشاهد. هذه نقطة. النقطة الثانية نفس الشيء، الفنانين المشاركين. إحنا عندنا الآن 43 فنان مشارك. أيوة، خلينا نتكلم عن الفنانين، ولكن بعد ما نرجع للطيران العماني. نعم. اللي تبنى هذه الفكرة الجميلة، وأيضا يعني حتى طريقة آلية العرض مختلفة مثل ما قال، إنه راح يكون من خلال الشاشات. نعم. نعم. أكيد. هو في الحقيقة الفكرة في حد ذاتها يعني إبداع.
يعني مبتكرة حقيقة. فبالتالي كان هنالك اتفاق على تقديم شريط معين يضم طبعا اللوحات التي ستعرض وتتجدد يعني مع الأيام، بالإضافة إلى نبذة عن الفنانين. طيب بالنسبة للوجهات اللي راح يعني تعرض فيها أو على رحلاتها هذه الصور أو هذه اللوحات، هي الوجهات التي تحلق إليها طائرات أسطول الطيران العماني ذات الحجم الكبير، يعني الوجهات بعيدة المدى. نعم. وهي تغطي بطبيعة الحال العديد من المدن الأوروبية المهمة، بالإضافة إلى عدد من الدول الشرق في شرق آسيا. أنظمة الترفيه على متن الطائرة هي الأكثر تطورا حقيقة في الصناعة حاليا. نعم. إلا أنها موفرة خلال هذه الفترة على طائراتنا من ذات الحجم العريض، بالإضافة إلى عدد من طائراتنا من طراز الإمبرير. كانت هناك إشكالية بسيطة، وهي أنه المادة المرئية التي تعرض على هذه الشاشات إلها مواصفات فنية مختلفة. نعم. من ما دفعنا حقيقة إلى التواصل مع مزود المواد المرئية في الولايات المتحدة الأمريكية الذي قام بمعالجة شريط العرض، والحمد لله الآن الأمور أصبحت ميسرة، وسيتم حقيقة ترويج السلطنة عبر هذه اللوحات لعدد كبير من السائحين الذين يسافرون على متن الطيران العماني. صحيح. إذا ما وضعنا بالاعتبار أنه الطيران العماني خلال العام الماضي قام بنقل أكثر من 3.5 مليون مسافر عبر رحلاته. جميل. فأنت بإمكانك أن تري الآن مدى أهمية هذا المعرض الطائر. بالضبط. التعريف بعمان من جانب آخر. طبعاً. من جانب الفني. نعم. التشكيلي يعني 43 فنان اخترتموهم عشان تشارك لوحاتهم في هذا المعرض الفني الطائر، مع أن ما شاء الله كم هائل من الفنانين عندنا، كيف انتقيتوا هؤلاء الفنانين؟ نعم، طبعا آلية اختيار الفنانين جاءت كالآتي. وضعت الجمعية في اعتبارها اختيار لجنة معنية متخصصة لاختيار هؤلاء الفنانين. وأنا لما أقول لجنة متخصصة، طبعا إحنا حطينا في بالنا هذه اللجنة ليست فقط من الجمعية، وإنما من بعض المؤسسات المعنية بالفن التشكيلي داخل السلطنة. جميل. هذه النقطة. النقطة الثانية نفس الشيء، استعنا ببعض الفنانين المعروفين التشكيليين العمانيين لاختيار هؤلاء الفنانين. طبعا احنا نتمنى كجمعية العمانية للفن التشكيلي اختيار الجميع، ولكن في هذه الفعالية فقط لدينا 43 فنان. ونحن دائما يعني نرى ونقول في هذا في عملية الاختيار، اختيار الفنان بعينه مش مجرد اللهم فقط يعني اختيار أنه يشارك في فعالية معينة، هذه مشاركة شخصية فقط، إنما هذه مشاركة الجميع. صحيح. اختيار واحد كأن اخترنا الجميع، يعني هو ذاهب يعني ما شاء الله بالنيابة وسفير عن بقية الفنانين. نعم. ولذلك يجب أن يكون الاختيار. نعم. دقيق، لأن طبعاً فعلا هو من سيكون سفير السلطنة. طبعاً. فيما يخص الفن التشكيلي. طبعاً. بالنسبة لهؤلاء الفنانين يعني لوحاتهم مع نبذات راح يكون موجود عن كل فنان مشارك في هذا المعرض. نعم. بالنسبة طبعا للفنانين، انزل حتى كان في العرض المرئي يوم أمس كان في الفيلم نفسه صفحة كاملة عن الفنان، عن اهتماماته الفنية، تجربته الفنية، نفس الشيء عن مدرسته الفنية وعن أعماله. هذه نقطة. نفس الشيء بالنسبة للصفحات القادمة اللي بعد الفنان. نعم. تحكي طبعا الأعمال الفنية بالإضافة إلى تعريف بهذا العمل الفني. نعم. يعني أستاذ أسامة، أيضا فيما يخص عرض اللوحات هذه على متن الطائرات، راح يكون بشكل إجباري أم لا من وسائل الترفيه من يريد أن يشاهد هذا العرض؟ لا الطيران العماني على كل حال من الأحوال لديه عدد أيضا من البرامج التي تركز على مقومات السلطنة السياحية. نعم. التي تعرض بشكل مستقل أيضا للمسافرين على متن الطيران العماني. بالنسبة للمعرض نقل، تم وضع جزئية
محددة واضحة. نعم يعني جدا من ضمن باقة التسوية الموجودة. أيوة عند افتتاح أيوة وتصبح القضية طبعا اختيارية. وأنا أرى أنه سوف لن يقاوم أي مسافر يعني الولوج حقيقة في 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 هذا النظام للاطلاع على 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 هذا، لأنه هي مقدمة بشكل حقيقة مبهر ويشد الانتباه وظاهر جدا على شاشة العرض. جميل. نعم. جميل. طيب يعني 43 فنان، أعتقد أنه راح يكون العرض على دفعات مثل ما شفنا. نعم. كل دفعة فيها 7 فنانين. نعم. أو نعم. هو طبعا بالنسبة لل 43 فنان تم أيوة. اختيارهم، ولكن هال 43 فنان راح يكونوا على فترات زمنية، في كل فترة قد يكون المجموعة الأولى 7، المجموعة اللي بعدها قد يكون 6، وهكذا لمدة سنة كاملة. المعرض يستمر لمدة نعم سنة. جميل. نعم. وهنا نفس الشيء بالنسبة للمعرض نفسه. المعرض ليس مجرد اللهم فقط معرض طائر، وإنما نفس الشيء هناك معارض أرضية إنزين على مش على ولكن رئيسية في داخل هذا المشروع. طبعا تم التواصل مع الشركة العمانية لإدارة المطارات، وتم إعداد 3 قاعات في مطار مسقط الدولي، قاعة المغادرون والقادمون وقاعة العبور اللي هي الترانزيت. نعم. لإقامة معارض داخل هذه القاعات. جميل. معارض ثابتة يعني. نعم معارض ثابتة. نعم. طبعا أنتم من نسقتوا لهذه المعارض أستاذ أسامة؟ الجمعية طبعا الجمعية. بالتنسيق مع الشركة العمانية لإدارة المطارات. المطارات نعم. وفي معارض نفس الشيء رئيسية للدول اللي بيوصلها المعرض، اللي هي طبعا ذكرناها سابقا الدول الأوروبية وجنوب شرق آسيا، اللي هي طبعا بريطانيا وفرنسا. جميل. وإيطاليا وألمانيا وجنوب شرق آسيا، طبعا ذكرنا لتايلاند وماليزيا. ماليزيا. جميل. نعم. هي نعم. هي معظم. نعم نسقنا مع السفارات السلطنة طبعا عن طريق وزارة الخارجية لعمل معارض رئيسية داخل هذه الدول. جميل. للفنانين المشاركين. حلو. وبالتالي حتى يعني ممكن احنا نذكر انه الجمعية على اساس انها تهتم بهذا الفنان، تم التواصل مع المختصين بالسفارة، استقبال الفنان اول ما يوصل. نعم. عمل يعني برنامج تفاصيل كل ما يخص نعم لراحة الفنان وايضا نعم. على اساس انه مش مجرد اللهم معرض نعم. لا نفس الشيء في ترتيبات أخرى. أيوة. نعم. عمل برنامج زيارات للمتاحف لدور الفنية بهذه الدولة. إذن هي برامج متكاملة حتى نعم. يستفيد يعني هو طبعًا. احتفاء منظومة يعني كاملة والمعرض منظومة التشكيل. كاملة ما شاء الله. نعم. نعم. هو أول حدث بحد ذاته يعني احتفاء، وقد يكون العدد اللي تم اختياره 43 هو أيضا مقترن بالعيد الوطني 43 المجيد. نعم هذا أكيد. هذه نعم. كانت هي الأيقونة الجزئية من وراء أيوة. اختيار 43 واللي كان طبعا نعم. بالإمكان اختيار شريحة أكبر من المشاركين. طيب أستاذ أسامة نعم. يعني هم راح يعرضون اللوحات وهذه الأعمال الفنية مثل ما قال في أماكن مختلفة. أنتم كطيران عماني ما راح مثلا تعرض أيضا بعض اللوحات في مكاتبكم الإقليمية في مختلف دول العالم؟ هي كدعم بالنسبة أيضاً. بالنسبة للطيران العماني يعني تعرفي لما يكون في معارض على هذا المستوى على هذا الحجم يعني يفضل أن يتم التنسيق مع البعثات الدبلوماسية في الخارج، لأن عن طريق اتصالاتها وعلاقاتها ستضمن أن يحظى هذا المعرض حقيقة بالظهور المطلوب، ومن ثم يعني عن طريق اتصالاتهم أيضا سيحرصوا أن يكون شريحة كبيرة من المسؤولين في أي بلد يحظوا بدعم هذا التوجه. أكيد. احنا بطبيعة الحال الطيران العماني على أتم استعداد لتقديم أي دعم لوجستي لنجاح هذا المعرض، وهو ما نراه الآن على أرض الواقع حقيقة. جميل. أيوة فعلا هي يعني مبادرة جميلة من الجمعية، وأيضا لاقت كل الدعم من الطيران العماني. نعم. فنتج هذا المعرض الجميل اللي نتمنى له كل التوفيق. إذا يعني كيف الحين من متى راح يبدأ إن شاء الله هذا المعرض؟ وطبعا بما أنه التدشين يوم أمس. أيوة. إحنا خلاص بدأنا. احنا خلاص بدأنا والان طبعا من رحلات اليوم كان في هذه العروض ولا هي, هي هي العروض كانت بادية قبل فترة اساسا على متن الطائرات ما سافرنا ما شفنا ان شاء الله ان شاء الله
فهي بدت من تاريخ 1/1 تحديدا ان شاء الله. جميل العروض هذه، فبالتالي كان الفعاليه طبعا هي التدشين رسمي للحدث، لكن فعليا تم عرض الشريط هذا وبامكان المسافرين على متن رحلات طيران الى وجهات بعيده المدى الان الاطلاع على 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 الشريط المخصص لترويج هذا الحدث. وكل كم بعد كم تتغير هذه الصور؟ بالنسبة طبعا للصور احنا مثل ما ذكرنا أو لوحات الأعمال الفنية، نعم نعم ذكرنا سلفا راح يكون على فترات زمنية، احنا حددنا احيانا يكون كل شهر ونص كل شهرين، بحيث انه على نهاية السنة يكون خلصنا 43 فنان. تغيير هذه اللوحات بناء على تغيير باقاتكم؟ ما مرتبطة بشكل رئيسي، لأنه احنا تأخذ على الأقل فترة أطول يعني تغيير المواد هذه، إلا أنه طبعا كما قلت نحن مصممين على دعم هذه البادرة، فبالتالي سيكون هذا إجراء يعني خارج عن المعتاد بالنسبة جميل. لنا. نعم. طيب ما فكرتوا تسوون في كتيب راح أيضا يكون موجود في الطائرة التعريف بهذه الأعمال؟ طبعا ان شاء الله باذن الله تعالى حاطين في فكرك يعني لا صح؟ هو احنا حاطين في جزاك الله خير، احنا حاطين طبعا في الاعتبار لابد تكون من وجود مطويه. نعم طبعا بالتنسيق مع الطيران العماني عند البوابه، عند بوابه الطائره. لا هو عاده مثلا البضاعات السوق الحره وكذي والتعريفيه تكون موجوده في جيب الكراسي. نعم. ايضا من الجيد انه يكون ايضا موجود عشان الواحد ياخذه او مثلا ما بتكون فقط يعني في على متن الطائره، حتى في مطار مسقط ان شاء الله باذن الله ان شاء الله تعالى. احنا الكونترات المخصصه لهذا الغرض. احنا اول نبارك لكم بمرور 20 عام على إنشاء الجمعية العمانية للفنون التشكيلية، نتمنى لكم كل التوفيق في هذا المشروع. مثل ما قلت مبادرة جميلة منكم كجمعية، وأيضا دعم جدا جميل من القطاع الخاص المتمثل بالطيران العماني، الأستاذ أسامة بن كريم الحرمي مدير أول دائرة الاتصالات التنفيذية والإعلام بالطيران العماني. شكرا جزيلا لك ونورتنا في من عمان. بارك الله فيك مذيعتنا المتألقة دوما. الله يسلمك يا رب. شكرا. وأيضا الأستاذ طالب بن علي المحروقي تخصصي أول مشرف على المعرض العماني الفني الطائر، شكرا جزيلا لك ونورتنا في من عمان. شكرا جزيلا وكل الشكر والتحية لجهودكم المخلصة. واجبنا وكل التوفيق لكم ولجميع الفنانين المشاركين في هذا المعرض الفني الطائر، وعرفنا ليش هو طائر. إذا ننتقل لمحطة أخرى بعد الفاصل مع الكوارث، خليكم معنا. أنا أقدم لعائلتي دائما دجاج الصفاء الطبيعي والشهي طازج ونقي. دجاج الصفاء 100% طبيعي وشهي، 100% عماني وحلال. الصفاء اختيارك الطبيعي الصحي والشهي. الصفاء. تعبيراً عن مشاركة السلطنة في الجهود العالمية المبذولة للحفاظ على موارد البيئة وصونها، تحتفل السلطنة في هذا اليوم 8 يناير من كل عام بيوم البيئة العماني، والذي يأتي تأكيداً على الخصوصية العمانية في التعامل مع البيئة. وقد أصبح 8 يناير مناسبة سنوية يتم فيها الاحتفال بما حققته السلطنة على المستويين المحلي والدولي في مجال حماية البيئة، وتأكيد مشاركة كافة الفئات وقطاعات المجتمع العماني في الجهود المبذولة لتوفير هذه الحماية وصون الموارد الطبيعية. وتحظى فعاليات هذه المناسبة بإقبال المواطنين والمقيمين على المشاركة فيها، تعبيرا عن زيادة الوعي لدى أفراد المجتمع وعنايتهم بدعم جهود الأجهزة المسؤولة بالدولة نحو حماية البيئة ومكافحة التلوث. ولهذا يأخذ الاحتفال طابع النشاط العملي كتنظيم الندوات البيئية والحملات التطوعية والمسابقات الفنية والفكرية والمنافسات الرياضية.
يشار إلى أن فعاليات الاحتفال بيوم البيئة لهذا العام انطلقت من ولاية الرستاق بمحافظة جنوب الباطنة تحت شعار معا لنحمي بيئتنا، لتتواصل فيما بعد هذه الفعاليات في جميع محافظات السلطنة وتستمر حتى نهاية الشهر الجاري. إذن الله يدوم علينا هذه النعمة، مسقط الجميلة الآمنة المستقرة وعمان الآمنة المستقرة، الله يدومها علينا من نعمة. شفنا هذه اللقطات من مسقط الآن. إذن مثل ما شاهدنا في التقرير مشاهدينا، اليوم تحتفل السلطنة بيوم البيئة مع دول العالم، والذي طبعا هذا اليوم الذي يصادف 8 يناير. في حلقة الليلة ومن خلال محطتنا التالية احنا حابين نحتفل بهذا اليوم، ولكن بطريقتنا من خلال التعريف بواحدة من الجمعيات العمانية التي تعنى بالبيئة والمحافظة عليها، وأيضا الارتقاء بمستوى طب الكوارث والطوارئ في السلطنة، من خلال طبعا تسليطنا الضوء على الجمعية العمانية للكوارث والطوارئ. نرحب بضيفنا الدكتور محمود بن ناصر الرحبي، رئيس الجمعية العمانية للكوارث والطوارئ. مساك الله بالخير معنا دكتور محمود، ونرحب بك في من عمان. مساء الخير، شكرا. حياكم الله وكل عام وانتم بخير. وانتم طيبين ان شاء الله. اذا بداية نعرف مشاهدينا الكرام على الجمعية العمانية للكوارث والطوارئ. نعم، هذه الجمعية هي جمعية تطوعية أهلية تختص بالعمل في أثناء الكوارث وفي أثناء الطوارئ. طبعا العمل التطوعي هو سمة العمانيين، والحمد لله يعني شاهدنا ذلك في أرض الواقع ما حدث في الأنواع المناخية السابقة، أو حتى خلال هذه السنة في بعض الأيام اللي كان فيها أودية وطقس متقلب وأيضا أودية خطرة، كان في تعاون من الجميع. ما تهدف إليه الجمعية هي تنسيق هذه الجهود، نعم، وأيضا العمل على استقطاب خبرات لتعليم وتدريب الكوادر بحيث ممكن استغلالهم في أثناء الكوارث. لما تكون ملحة لوجود خبرات في عمليات الإنقاذ، في عمليات الإسعاف، وأيضا التنسيق مع الجهات الموجودة الآن والتي تعمل على الإسعاف والإنقاذ مثل وحدة الإسعاف شرطنا السلطانية، وأيضا اللجنة الوطنية للإسعاف والطوارئ، وهذه طبعا لأنها جمعية أهلية الهدف منها في الأول والسامي وهو العمل التطوعي. جميل. بحيث أن نقدر نخدم بلدنا، وبلدنا طبعا قدمت لنا الكثير في تعليمنا وتدريبنا، وأيضا هذا اللي نقدمه هم أهلنا في الأصل. فنتيجة وجود هذه الخبرات في عمل رسمي ثاني غير، وفي عمل تطوعي يكون عملهم أيضا آخر. دكتور محمود، إيش الأحداث اللي جرت وقلتوا أنه لازم يكون في جمعية تنسق الجهود العمل التطوعي في مجال طبعا المساعدة في هذا المجال؟ نعم، هو ما في يعني دولة يعني في منأى عن الكوارث وفي منأى عن الطوارئ. طبعا في الأعوام السابقة القليلة الماضية من 2011 و2007 ايضا في العنوان المناخية كانت هناك الكثير من الجهود من الناس المتطوعين سواء يعني عمانيين او حتى المقيمين للمساعدة بقدر استطاعتهم، لكن طبعا جهودهم غير مرتبة وغير منظمة، وبعضهم ربما أيضا يخاطر. فنحن نحن من جهتنا يعني في هذه الجمعية نحاول أنه ندرب
نعلمهم. جميل. يكون في تنسيق أيضا. ربما الكارثة هذه ما في حدود مسقط مثلا في منطقة أخرى، المتطوعين متواجدين هنا، ننسق العمليات اللوجستية أيضا. جميل. في نقل المعدات. نعم. اللازمة للطوارئ أيضا والإنقاذ، المساعدة مع معظم الحالات اللي تكون في أثناء الكوارث هي التخاطب وتسهيل الأمور، ربما تكون صعبة، طرق ربما تكون منعدمة أيضا. فالتواصل بيننا وبين الناس المسعفين في هذه المناطق يكون مرتب ومنظم. الإعلان عن إنشاء الجمعية العمانية للكوارث والطوارئ كان في 17 يناير 2013، يعني تقريبا باقي أيام ونحتفل بمرور سنة على إعلان هذه الجمعية أو إنشاء هذه الجمعية. أبرز جهودكم خلال السنة هذه دكتور. نعم، كما قلت، هي الجمعية هي من توصيات المؤتمر الدولي، مؤتمر عمان الدولي لطب الطوارئ المعقد في 17 يناير 2013. نعم. العام الماضي، ومن ذلك اليوم نحن نعد العدة طبعا للإعلان عن هذه الجمعية. وكانت هناك اجتماعات، طبعا هي جمعية وليدة طبعا تحتاج إلى مجلس إدارة. صحيح. وأيضا اللجان، وهذا اللجان عشان في البداية عشان إنشائها وإعلانها الأساس اللي ينبني بعد ذلك عليه كل الأعمال الجمعية. نعم. ثانيا، اللي عملناه حتى الآن وجود تواصل تنسيق مع الجهات المعنية، سواء الرسمية الحكومية أو الجمعيات تسمى الجمعيات غير الحكومية اللي هي جمعيات أهلية، اللي هي ممكن تساعد في أثناء الكوارث والطوارئ. ثالثا، احنا عملنا تنسيق أيضا مع الجمعية الدولية للكوارث والطوارئ، وهذه طبعا نستفيد من خبراتهم في عمليات التعليم والتدريب، وأيضا وجود بروتوكولات. نعم. وكيفية التنسيق، وكيفية أيضا أخذ هذه المجموعة اللي هي مدربة من منطقة لأخرى. صحيح. ثالثا، أيضا عملنا تنسيق مع الأكاديمية الأمريكية لطب الطوارئ من ناحية التعليم والتدريب، وفي تنسيق إن شاء الله في خلال هذه السنة بنعمل مؤتمر عمان الدولي لطب الطوارئ في نسخته الثانية إن شاء الله. وأيضا الفيدرالية الدولية لطب الطوارئ وما وصلوا إليه في من ناحية التجارب الدولية في الطوارئ والكوارث، ونستفيد منهم طبعا في عملية التنسيق وعمل لجان. جميل. وتدريب وتعليم. إذن يعني هذا الحوار يقودنا إلى أن حابين نتعرف على المؤسسات أو شركائكم في الجمعية من المؤسسات المختلفة. طبعا مؤسسات المجتمع المدني كلها تنسق فيما بعضها فيما بينها في حالة الكوارث، وكل يؤدي الجزء المترتب عليه، يعني وزارة الشؤون، وزارة التنمية الاجتماعية جزء الإيواء مثلا. نعم. العمليات اللوجستية، توفير الغذاء والماء وغيره. عندنا مثلا الإسعاف في شرطة عمان السلطانية والدفاع المدني في حالة وجود كوارث. ليس معناها كوارث معناها أشياء كبيرة، يعني بحيث أنها تكون فوق يعني الإرادة. إيش تتلخص في إيش هذه الكوارث؟ لم تكن هذه الكوارث اللي على طول يعني تفكير الواحد يروح باتجاهها. صحيح. يعني ما معناها أنه خلاص لا تكون هناك طرق ولا اتصالات ولا أي حاجة. ربما يكون مثلا انفجار في مثلا 20 شخص، هذا تعتبر كارثة، لأنه نعم المؤسسات الصحية الموجودة لا تتحمل هذا العدد. أيضا حتى عمليات نقلهم يحتاج إلى جهود. نعم. فوجود متطوعين يساعدوا في هذا. طيب. أيوة. إحنا أيضا دولة صناعية، إحنا دولة صناعية، عندنا مدن صناعية، وطبعا هذه معرضة لكوارث كثيرة، يعني سواء مواد كيماوية، غازات سامة أو غيرها، وهذه تعتبر كارثة أيضا، لأن المنطقة فيها الكثير من العمال، وحولها أيضا تكون منطقة سكنية. الله يسلم الجميع من الكوارث. يعني خلال هذا العام إحنا حابين نعرف أبرز التحديات اللي تواجهكم، اللي محتاجينها مثلا أنتم كجمعية حتى تقومون بمهامكم وتحققون الأهداف التي أنشئت من أجلها الجمعية. أهم شيء الآن أن يكون في بيننا وبين الجهات اللي أخبرتش عنهم تنسيق. نعم.
ثانيا أعضائنا هذول اللي يكونوا في الجمعية نبدأ معهم بالتعليم وفي التدريب وحضور مؤتمرات. المؤتمر عمان دولة الطوارئ واحد منه إن شاء الله، وجزء منه نخصه الكوارث والطوارئ بحيث يتلقوا بعض المعلومات. أيضا يكون في تبادل خبرات بين عمان، بين الموجودين في عمان وبين الدول الثانية، وهذا عملنا على التنسيق. أيضا التحديات طبعا كل هذه المجهودات تحتاج إلى دعم مادي، صحيح. وهذا الدعم نحن متوقعين يكون طبعا من الشركاء الموجودين سواء في هذه المناطق الصناعية بحيث الشركات، صحيح، ومؤسسات القطاع الخاص أو حتى الدولة اللي ممكن تتبنى يعني هذه الجمعية الوصول إلى مرتبة عالية في التنظيم، أيضا في التدريب، في عملية التنسيق. نعم. لأن وجودنا من غير تنسيق طبعا يكون عمل غير منظم. بالضبط. وإحنا ما نسعى إليه هو تنظيم العمل، وأيضا التحرك يكون سريع. نعم. تزويدنا بأجهزة ومعدات للطوارئ والكوارث. وهذا طبعا يحتاج إلى جهود كثيرة. أكيد الجميع معاكم، فقط إحنا أعتقد أن لما الناس أيضا جانب التوعية بأهمية هذه الجمعية وأيضا الهدف من إنشائها وأصلا وجودها في الواقع يوصل للناس، أعتقد أن هذا أكبر محفز للجميع أنه يكون عون لكم في أداء مهماتكم. الدكتور محمود بن ناصر الرحبي، رئيس الجمعية العمانية للكوارث والطوارئ، شكرا جزيلا لك ونورتنا في من عمان. شكرا جزيلا لكم، والحمد لله يعني بهذا إن شاء الله سنوصل رسالة إلى الجميع إن شاء الله. إذن الله يبعد عنا الكوارث والطوارئ. مشاهدينا، احنا وصلنا لختام حلقة الليلة من برنامج من عمان، نتمنى أنكم قضيت وقت مفيد وممتع بصحبتنا. لقائنا يتجدد مع مواضيع جديدة نرصدها لكم في محطات حلقة الغد من البرنامج. حتى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وإلى لقاء.